حضوركم وبعتذر عن الأشخاص ممكن يبقى كانت الصعبة. إن شاء الله يكون الفيلم عجبكم. هذا العمل لأن العمل العاشر أغلب أعمالنا أعمال سينمائية تتناول قضايا وطنية بالمجمل بالإضافة إلى بعض الأعمال الثانية، ولكن الأجدد أغلب أعمالنا هي أعمال تتناول قضايا وطنية. أنا حابب أحكي عن عنوان تقريبا نحن كنا لأنه شوية تخصصنا بهذا الموضوع عن تحديات إنتاج عمل مقاومة. شو التحديات؟ نحن بشكل عام ما بدناش نحكي بنظر لبيت الوقت ببديهيات معينة، ولكن بعض الأوقات نحن بحاجة للسياق نستعمل قضايا ممكن تعرفوها. أي إنتاج هو ببلش من فكرة لقصة لسيناريو لتحضير الإنتاج لإنتاج لما بعد الإنتاج للتوزيع. إذا نقول هذه العملية بطريقة ثانية فينا نقول إنه حدا بدي يقول شيء، يعني ماذا أقول بهذا الفيلم؟ شو الرسالة بدي أوصل؟ بدي أقول كيف بدي نفذ هذا العمل؟ وكيف بدي أوصل اللي إنتجته أو كيف بدي أوزعه بطريقة ما؟ بالعمل بالمجمل يعني عمل مقاومة بالتحديد إذا بنقول أول عمل وطنية بياخد طابع وطني. هلا مصطلح وطني هو مصطلح ممكن يكون يعني شوي واسع، أي شيء ممكن يسمى بمراحل أو من زوايا مختلفة وطني. خلينا نقول عن القضايا الوطنية، لا محتواها قضايا تحكي عن قضية وطنية مثل فلسطين. خلينا نقول موضوعنا فيلم الغرباء. الموضوع نحن بدنا نقول شو بدنا نقول، ماذا أريد أن أقول أو رسالة. هناك تحدي حقيقي عم بيكون بالأعمال اللي بتحكي عن القضايا الوطنية ولا إحنا الأعمال الوطنية، إنه نحن كشركة خاصة وبعد وقت الإنتاج المشترك مثل الفيلم اللي إحنا شفناه هو إنتاج نحن نفذنا الإنتاج لصالح التلفزيون الإيراني، بيكون في عنا تحدي بشكل أساسي من أين نستمد شرعية ما نقول. يعني نحن بنقول شيء مسج بدل فينا عم نحكي عن قضية، مش عن قضية خاصة، عم نحكي عن قضية وطنية عامة، فلازم يكون على قليل يكون عندنا نحن شرعية القول من محل. بعض الأشخاص ممكن تقول إن والله الشرعية هي قبول الفيلم أو عدم قبوله، أنا بعترض على هذا الكلام، ولكن ولو بشكل جزئي مش هفوت كثير بتفاصيل من هذا النوع. في بماذا أقول كشركة خاصة إلا ثلاث أبعاد: واحدة القدرة على هذه الرسالة إنه وصلها بطريقة صح، اثنين نكون ذات مجهود اقتصادي مخليني أنتج عملية إنتاج مكررة، والثالثة ما بعرف شو. وأنا متهيألي إن الفيلم بالنسبة لنا حاز على قبول، مش عارفه بتكوني كده ولا طيب. لا انا يعني انا شايفاه، انا طبعا مش مفروض ان انا اقول رايي، لكن انا بشكل شخصي انا شايفاه فيلم جميل جدا يعني، ووصل لي الرساله بشكل بشكل ناعم فيها. الجزء الرومانسي اللي فيه كان جميل جدا، وبعدين المزج بين الخيال والواقع الحقيقه كان شغل جميل جدا. انا مش هتكلم كتير، بس انا هسيب لحضراتكم تفضلوا بالاسئله. وهو انا بس كان عندي سؤال مستعجل. طبعا انا بحيي هذا الفيلم المتميز اللي هو البعد الانساني في القضيه الفلسطينيه اللي بيكشف حقيقه الماساه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني اللي هجر من الاراضي، وايضا العصابات الصهيونيه في 48 وازاي كان لها دور رئيسي في المزايا والمجازر اللي كانت على الارض الفلسطينيه ودفع ابناء الشعب الفلسطيني للهجره خارج البلد. وايضا الميزه انك انت ما زالت تبين ما كان يجري من تهجير في داخل الأرض الفلسطينية، وأيضا ما حدث في لبنان من مذابح في صبرا وشتيلة ب 82 على يد العدو الصهيوني. هو لا تراكم في الداخل ولا تراكم في الخارج، وفي وسط ده بتعمل المزج الإنساني من خلال قصة حب رومانسية جمعت بين حبيب وحبيبة والتقوا في نهاية المطاف بها على هذا النوع اللي يجسده الفيلم. لكن أنا بصراحة كان نفسي وإحنا وأنت مشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، أنا أعرف إن شركتكم هتيجي فيلم 33 يوم، وهذا الفيلم الذي يحكي قصة
الصمود المقاومه اللبنانيه في حرب العدوان الصهيوني على لبنان 2006. لماذا لم تشارك في هذا الفيلم في مهرجان القاهره السينمائي الدولي؟ اول شيء انا ملاحظتك يعني هو تحدي كبير واقع، ما بعرف اذا صالح يمكن سمعت هذه الملاحظه المهمه اللي اتفضلت فيها واشرت لها. يعني هذا كان التحدي بشكل كبير كبير، ونرجع نحكي عظيم من منظار انسان، يعني ليست الجرائم، كان في جرائم بس خطر واحتلال، نحن عم نترجم من روابط اجتماعيه، كمان لما عرش على شيء له علاقه بلبنان. يمكن انا عندي تجربه شخصيه بهذا الموضوع، يعني بعد وقت من الظلم او التجاوز الاسرائيلي اللي كان على لبنان، ما بياخذ بس انه قديش انقتل من قتل جارك من عمك او بتقول لي انا اكثر شيء ممكن تاثرت بشغله انه وقت هذا المايك ب 2006 اكثر شيء بتقول لي شو زعلني، بقول لك صور اولاد هنن صغار، يعني ذاكره تعود في اسرائيل على الوطن. ها نحن عم نترجم الفيلم هذا الروابط الانسانيه والحب الله خلقه واحسن ما خلق مما احسن ما خلق انه كيف تعرضت فيلم 33 يوم اللي فضلت نحن قدمنا للمهرجان، قدمنا المهرجان وقدمنا 33 يوم. فاللجنه يعني الحقيقه لما بدناش بالتفاصيل، ولكن اللجنه اللي عرفت انه اختارت فيلم المهرجان، مع انه فيلم 33 يوم هو من اضخم انتاج الافلام السينمائيه اللبنانيه، هو اضخم انتاج سينمائي لبناني وقد يكون عربي ان شاء الله. الله يبارك فيك. سؤال ثاني يا جماعه. تفضل. والدي بيقول لي التاريخ ده اللي انت قلته انا سمعته من والدي حقيقه، مش قصه الحب يعني قصه الهجره وازاي هاجروا وكذا. سؤالي بس، الفيلم كان جميل كتصوير كاخراج كل عناصر، انت يعني من خلال قصه حب جميله كده وريتنا كل التاريخ الفلسطيني. سؤالي يعني ايه، اول شيء عندي سؤالين، الكاميرا اللي انت صورت فيها الفيلم هذه النقطه، معلش بدي شوي بعد عن سؤالي، يعني بدي جاوبك على سؤالك وشوي بدي استفيد من الفرصه هذه. عمليه ظروف انتاج الفيلم هو كان صار تفصيل فقط، هو انتجناه صورناه بكاميرا بعد، كانت اول ما يعني بعدها كانت جديده الكاميرا محل استعمالها كانت بالسوريه. مده التصوير كانت 45 يوم من التصوير، كل التصوير صار بسوريا بمناطق مختلفه بين دمشق ومناطق كثير من الفاوكة. العملية أنا الصراحة اللي كنت ماشي بسعر بدي أوصل لنقطة معينة اللي عم حاول أسويه لمصر، وهذه من خلال سؤالك بدي يعني أستفيد أقول شيء. أنا أشجع بشكل كثير قوي بالاتجاه بالأعمال المشتركة لأجل ما له من إيجابيات بكل محل، تعارض بالحضارات والأفكار، لأنه وقت تنتج مع جهة مشتركة بتلاقي الاماكن اللي بتكون مش يعني بتفكروا سوا متشابهه مع بعضها، بتتعرف على افكار بعضكم على المستوى الاقتصادي، ما بديش فوت باكثر من الموضوع. ولكن بهذه النقطه صرنا نحن من سنه تقريبا عم نحاول بمصر للاسف، يعني ما حبش يعني ترددت كثير من احكيها. قبل ولا بعد؟ كان اول زياره لي على فيلم تفضل فيه الاستاذ بكري، كان اول زياره لي على مصر كان قبل الثوره بشي شهرين. جيت كان الهدف من زياره للتعاطف مع مدام حنان ترك لانتاج فيلم 33 يوم. بعد ما مضينا عقد نحن وياه ومشيت على بيروت، منعت المخابرات المصريه انا ذات قبل الثوره لتشارك بعملي لانه عمل مقاوم. كان 2010؟ 2010 الشيء اللي هلا كمان يعني انا بتشكر كمان إدارة مهرجان السينما اللي محاولة اللي عملت محاولة حسيسة لحتى تجيب المخرج الإيراني لحتى يكون معنا بهذا الندوة. للأسف كمان في عندي عقد، وفي عندي مش عقد، خليني أحط برسم قناة الموضوع لتاريخ اليوم، يمكن الجنسية الوحيدة اللي مش عم تفوت على مصر الجنسية الإيرانية. بالعكس بيجي المهرجانات السابقة كلها
ايام ايام قبل يعني لا يمكن في ظروف معلش لا المهرجان السنه دي ده اصلا لا مش انا التفصيل هلا ما حبش فكر انا احكي بصراحه انا اول زياره لي كان جايبي هدف انه نعمل عمل مشترك بين ايران ومصر المخرج ايراني المخرج ايراني كان انا مقابل مع الوزير الوزير حماد ابو غازي وطلبنا منه هذا العمل المشترك وكان في هذا الموضوع ومن سنه حتى طلع عم حاول انه نقدر نجيب حدا ايراني مخرج لحتى نفوت احنا بعمل مشترك هون للاسف لحتى طلع ما بيعرف شو الجواب يعني بهالموضوع يعني ما حبيتش فوت بجانب سلبي ان احنا طالعين بجانب ايجابي من الموضوع الفيلم ولكن بالسياق الحديث ما ظروف هنا كيف اقنعت ايران؟ اوكي يعني انا سألت هو تقريبا لا لا انا لا لك يا شاب اوكي لا لا بالسياسه الايرانيه يعني الاستراتيجيه الثقافيه الايرانيه هي دعم القضايا المقاومه وين ما كان وانا جاوبتك بطريقه تفصيل اكثر ما كان اصلا في اساسا في صعوبه لاقناعه بالعكس يعني كان انتقنا بسهوله بمكان انه نحن كنا ننتج هذا العمل بهمني انا وبهمهم وهم اساسا مهتمين انا تقدمت بسؤالي انا عمول هلا حاضر انا لحتى ننتج اي عمل مشترك لبناني ايراني مصري بمصر لو تنرفع المشاكل جبنا اشخاص من المنطقه بالتفصيل والهيدفون على طول باي بطل يعيد الممثل الموضوع يعني حرصنا انه يكون العمل بالازياء وبالطبيعه وكل التفاصيل فلسطيني فلسطيني بالنسبه للسؤال الاستاذ اللي ساله انه شيء طبيعي يعني نحن هذا مش هو رساله انا كنت اتمنى اكيد كان يكون المخرج هو اللي عم يجاوب انا عم حاول حل محل وعطي مساحه لهذا الموضوع بس انه شيء امر طبيعي ممكن يكون البي مقاوم او وطني او كذا وابن اصلا عايش حاله ثانيه شيء طبيعي موجود بالحياه سؤال ثاني كان حاله العالم الفلسطيني هو إشارة معينة هلا أنا صورت بالأسئلة حتكون النهاية شوي جدلية أكثر إشارة لعالم فلسطين كان معه من البداية وحدة ما قدر أقاها بداية لرمزية إن شاء الله ترجع فلسطينية على فلسطين.